أهلا بكم من جديد. فقرات مساء الإمارات مستمرة بصحبتكم مشاهدينا. خفت اليد موهبة لا يتقنها الكثيرون، استطاع بموهبته وخبرته الطويلة أن يدهش الجميع. معين البستكي اليوم معانا ليمتعنا بألعاب خفة اليد ويرسم الدهشة والبسمة على وجوه مشاهدينا وعلى وجوهنا طبعا نحن. يا هلا ومرحبا السامعين. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني اني اكون متواجد معكم لثاني مره. الله وان شاء الله مرات متعدده قدام بنكون متواجدين وياكم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله تستمتعون ويانا بالاشياء اللي بنسويها ان شاء الله. انا ما بسالك طبعا عن ما مضى، بسالك عن في الفتره هذه اللي غبت عنا فيها وين صرت؟ احنا موجودين في الساحه، موجودين بعروضنا المختلفه، كانت عندي عروض مختلفه في اماكن مختلفه لشركات مختلفه في القريه العالميه، للمهرجان، لمهرجانات مختلفه نقدم فيها عروض العاب الخفه، عزف ان الناس هم يشوفون لايف على ستيج الاشياء اللي نقدمها مثل ما يشوفونا عن طريق الشاشه. صحيح. فمتواجدين في القنوات المختلفه، ولكن دائما مرجعنا للظفره الله يحفظك، والقنواتنا المحليه اكيد دائما الاهتمام. نحن نستانس فيك ونرحب بك في كل وقت، نتشرف بوجودك ويانا. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. شو ريم، شو الراي؟ نطلع على طول على اسحاب نطلع واشياء؟ انا ما تشوفني ياسر بس اللي خايفه شكلها ريم. لا ابراهيم، احنا اليوم بس نوعدكم ان شاء الله بتكون الاشياء اللي بنسويها ما بتكون وياي انا. نعم. اليوم الاخ والاخت هم اللي بيسوون العاب الخفه لكم، فلاول مره احنا نبقى ان هم نوعا ما ننقل لهم الحرفه هاي حسب ان يسوون ويانا اشياء ان شاء الله خير. فبنبدا باول حرفه كان تبون؟ انا بزهم من الاشياء من الاشياء اللي الناس يتذكرونها هم صغار، الالعاب اللي ابائنا وامهاتنا كانوا يبوننا واحنا في البيت. نعم. حسب ان نلعب فيها وان شو هذا، من الاشياء اللي كانت انه وايد دائما تبهرني لعبه البازلز. نعم. فابوي كان يبي لنا لعبه البازلز، وراء العلبه كانت في دائما صوره تغش منها فتركب البازل. اليوم عندي لكم شو اشهر صوره موجوده واشهر لوحه موجوده في العالم؟ وجه ولا لوحه مثلا؟ لوحه مرسومه، اشهر واحده شو هي؟ موناليزا. موناليزا. موناليزا هي اشهر واحده اللي الحقه موناليزا. ام الشيخ. اليوم عندي لكم لوحه موناليزا موجوده هنا. نعم. اللوحه هاي مسوايه بالبازلز. زين. ولكن قطعة منها مش موجودة. مش موجودة. عندي لكم هني في كيس قطعة على حول قول 50 قطعة. ما شاء الله. أبا الأخ عبد الله كان بتتفضل تي تاخذ لك كم من قطعة؟ حاضرين. وتراوي المشاهدين كان بتروح تتحرك من مرة حق أحمد، أنا بيك هني. بتيني هني. تعال. بسم الله ربنا هاي. استحاسب. تاخذ لك على كم قطعة بس اللهم واحدة؟ كنا كم من قطعة؟ زين. باخذ لك شيء، أباك تاخذ لك كم قطعة؟ طلعها تراوي للمشاهدين أن كلها قطع مختلفة. ما في قطعة متشابهة. مثل ما نشوف شوف لا يكون مرقمنهم من ورا طالع عبد الله. لا ما شاء الله ترى هو اللي بيختار، احنا مثل ما ذكرنا الاخ عبد الله هو اللي بيسوي لكم الخفه، هو اللي بيسوي لكم السحر. هاي طبعا الوان مختلفه، الوان مختلفه وقطع مختلفه، ترى بدون مكانه مع الكمال. كيف ينفع اكون مساعد؟ ان شاء الله. زين. انت بتكون الساحر. الحين اللي اباك تسوي، ترى ويت المشاهدين قطع مختلفه، اباك تاخذ لك قطعه واحده بس، غمض عينك حسب انك تكون عشوائيه. تاخذ لك قطعه واحده من القطع. زين. تراويهم وتراوي الاستاذه وتراوني، انت اخترت قطعة. ثبت على الكاميرا خلينا نشوفون عشان نتاكد. انا محمد. انت اخترت قطعة من مجموعة قطع قول على حول 50. انت راويت المشاهدين كم من قطعة. نعم. ورسيت على قطعة واحدة روحك. نعم. قلنا عندنا قدامنا لوحة موناليزا منقوص منها حبة. انزين. اباك تروح اشل اللوحة، اشل القطعة اللي على اللوحة ونشوف اذا هاي وتشوف هاي تكملها ولا لا. بسم الله الرحمن. صراحة ما شيء موسيقى شيء. صراحة عبد الله إذا حطيتها بتكون أنت ساحر اليوم. تيسير شفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلع لنا حد من داخل يعني. لوحة موناليزا. الأخ عبد الله هو اللي اختار القطعة. بيركبها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى تكون هي. شو اسمه ذاك المرة اللي حضرنا؟ القطعة اللي تكملها وتصفيقه له يستاهل وهو اللي. برافو عليك يا عبد الله. لاعب خفة خلاص. الحين بطلع واحد من تحت. يلا. ارنب. خلاص جالس. حياك. زين ما شاء الله فعليا اللوحه زين يعني. هي ترى مو بنفس اللي في فرنسا ولا جان نفسها. لو نفسها هي بس هاي خلاص. انتربول جان. انا اخذها عندنا. اي لك مو مشكله تستاهل. الله يحفظك يا رب، بس كيف سويتها؟ شو الترتيب؟ هي العاب خفه، هي احنا دائما نحاول ان نقدم للناس الامور اللي نقدمها بباب التسليه. نعم. هي ما ان احنا ما ندعي ولا ان احد من اللي يسوون العاب الخفه يدعون لا من الاجانب ولا من العرب. نعم. ان عندهم قوه خارقه طبعًا. او عندهم ارتباط
بشيء خارق مثل الجن أو الشياطين أو قرين وشو ما شابه. إحنا نستعمل ألعاب القفة لإنجاز المستحيل لتسلية المشاهدين. ونعم هذا هدفنا، هل ننوي عليه طبعًا. وإن شاء الله يستانسوا ويانا بالأشياء اللي نسويها، ترى هذه هي الهدف. أنت ما تدعي، أنت تيك أمور جدا طريفة، تيني إيميلات من بس في شيء يحسني في داني كل شوي تي صبع ييني من صوبة. شو الفرق بين السحر والعاب الخفة؟ ألعاب الفرق ترى هو شاسع وجدا واضح. السحر في ارتباط بشيء خارجي، نعم. أنت تدعي فيه إنك أنت قاعد تتعامل مع جن شيطان شو ما كان أو قرين أو عالم فلكي، نعم. إنك أنت تنجز بما تدعي إنك تنجزه. ألعاب الخفة ما في ارتباط بأي شيء، نعم. ألعاب الخفة هي قدرات أنت عندك، ممكن تركيز. أنا أنت هي منو ما يكون يستعملها لإنجاز التسلية. نعم. أحيانا يجونك ناس يكونون هانديكاب يطلبوا مني أن أعلمهم، ورا ما أعلمهم ترى هاي الحركة ما يبالها أن تسوي شيء، ترى ما سويت ولا شيء، لا عبد الله هو اللي أنجز المستحيل. صحيح. ولكن هي شو ما أنت تقدمه لتسلية طبعًا المشاهد طبعًا والجمهور والناس. شو بعد محضر لنا اليوم؟ بنسوي لك بعد. إحنا نبغى نستغلك اليوم، ما نبغى إن. شوف أنا جيتكم وعطشان. إيه. فأنا قلت بحضر وياي مشروب غازي. والله أنا أخاف من الصناديق هاي. مشروب غازي هذا مثل ما تشوفون، أنا اللي أعرفه بس خلنا نشوف. الأستاذ الرئيسي بدع على عاوز كوكاكولا من النوع اللي ما تشرب مشروبات خاصية. لا ما تشربين ما مشكلة. أمي قالت لي لا تشربين من يد حد. سوي لها يا محلولي. بنشوف الأخ عبد الله كان بيروم إنه يشرب. بالعافية عليك عبد الله. أخوي عبد الله. أنا عاوز 7 أب. بالعافية عليك. زين. اللي ما كنت تسوي مثل ما شفت احنا فتحنا لهذا اباك بس شيء كنا بقوله والله هذا اشرب ولا تشرب منه شوي شوف انه هل هو صدق يعني مشروب غازي او اني ابلك شيء ثاني مشروب بسم الله ولكن خاطري فيه زين الله يحب العافية وين ودي الحين تحط منك بس الله متاكد استاذ الريم هلا تحطين اوراق عصوب ان شاء الله مع الكماره ان شاء الله وبيش تمسكين الغرشه هاي بين قصن انزين وابيك في مثل ما تشوفين عندك قطع مختلفة من الزجاج المتكسر. صحيح. ابيك تختارين قطعة من الزجاج المتكسر الصغار من الوسط قطعة من الزجاج الصغير اللي موجود. هذا شوي يعود نبغى الأصغر. تبغى الأصغر عنه؟ ليش؟ تاخذين حبة من الزجاج وتاخذين الغرشة اللي عندك شدان تمسكينها من فوق. هذه؟ من فوق تمسكينها. طالعين هو أنت لا طالعين زجاج. تمسكينها من فوق بإيد. تمسكينها من فوق من فوق. من فوق آخر شيء. نعم. اللي أبيك تسوينه أبيك تتذكرين او تفكرين بموقف صار لك يعني من ابو ظبي لدبي حد لف عليك ضايشت منه والتليفون علي زين ابيك تفرين القطعه هاي داخل وانا يا سذكرين حطيها فضي يوم تقولها انت عينك مفتوحه مو مشكله فريها داخل زين اطالع ولا ما طالع طالع يا عادي ما بيستوي شيء حطيه داخل فريه داخل ثقي فيه الحين تفرها؟ ايه تفرها داخل وانا اتذكر ولا ما اتذكر تفري داخل وهم تخيلي الموقف اللي صار لك أبيش تحطين يدك قدام شوية وأبيش تحركين يمين يسار حركي يمين يسار حركي اللي داخل يمين يسار يمين تذكر الموقف حركي فيه أكثر كأنه قاعد يتحرك من داخل شيء بسم الله الرحمن الرحيم أنا مو يخصني أنا مو يخصني إيش سويت أنت؟ إيش كان كسرت؟ ها ما يلفون عليك دعموه جايل هو صدق كان حادث سيارة شيك؟ لا ما يعني شيء انت زينة؟ انا بخير خلاص فري هناك يا جماعة انا ما يخصني فريني بسم الله عليك بسم الله علي وبسم الله عليكم كلكم استريحي تفضلي شو الموقف شو اللي صار الحين بالضبط ترى هي تأثرت انا قلت اليوم انتم كل شيء انا فعلا كنت جالسة اذكر حادث سيارة استوالي عندك طاقة يعني ما شاء الله في طاقة يعني؟ موجودة إيجابية إن شاء الله إيجابية إن شاء الله بإذن الله إيجابية دائما حادث يا ريال وكسرت الزجاج وين الإيجابية فيها؟ سموحة أنا خيصناكم الطاقة لا فعليك على حسابك زين فعلا شو فكرتي في خبري للمشاهدين؟ كنت ياس أتذكر الحادث كيف استوالي ويعني كان حادث شوي قوية مؤثر يعني وفعلا طلعت الطاقة السلبية مع الإيجابية مع الطاقات كلها تولدت عندنا هنا طاقتكم إيجابية دائما تشوفين شر إن شاء الله الله يسلمك يا ربي هاي المرة بعد كسرت لنا زجاجة بعد شكله انا ما كنت بعد اشوف القبلانية شكلك تخصص في عملية التكسير هي التكسير من الاشياء اللي تسويها اللي هي انت تشوف انت تبغى تنوع الاشياء اللي تسويها نعم سوينا من قراءة التفكير سوينا من التكسير اللي انا ما انا كنت بعيد نعم. هي اختارت قطع هي فرتها هي حركت هي بالطاقة اثرت بالزجاج صحيح. بما معناه وانفجر بايدها نعم. بس ان شاء الله ايدك سالمة وما في شيء لا لا فهي العاب خفة انت تستعملها لانجاز الاشياء الحلوة للناس اللي نستانسوا وياها ما
شاء الله. في شيء بعد عندك؟ زين احنا بنسوي بعد شيء وياكم اخوي عبد الله. انا؟ اي نعم. طيب انت نسيت اسمك؟ اجيك هناك؟ لا براي تبغى تجيني؟ يلا بجي عندك. الحين خلاص استوى مساعد الحين مساعد العاب خفه. احسن مساعد. اي لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اباك تسويه اباك انك تفكر برقم من 1 لـ 100. 1 لـ 100 في بالك. زين انزين عندك موجود؟ ايه اباك تغيره. زين وتغيره. اوكي الحين اباك اخر مره تفكر برقم في بالك من 1 لـ 100 غير هايلاك ولا غير كانت ترد للهايلاك هم انه موجود عندك. حلو زين. عندك رقم موجود؟ نعم. قبل ما اجيكم في البرنامج انا اعطيتك ضرب صغير هي. اسود ظهر لي يا مالك امارة منكم مضروبه ظهرك؟ فكرت حجاب شيء. بسم الله. ظرف مسكر ما في اي شيء ما في اي هذا بدا اي عادي. اباك لاول مره للمشاهدين تقول شو كان الرقم اللي فكرت فيه؟ 14. نعم. اول شيء 14 عقب 7 عقب 21 ورديت حق 14. قبل ما اجيكم في البرنامج نعم طلعت البطاقة بطاقة بقلم رصاص سجلت عليه شيء بقلم رصاص بسرعة شيء دخلت بظرف أنا سويت شيء؟ ويتك في البرنامج وسلمتك قبل ما تقول الرقم. هاي أنت سويت مو بنا. إيه؟ زين كان وياك صح الظرف كان وياك. نعم كتب شيء على ورقة أباك تراوي المشاهدين شو الرقم اللي مكتوب عليه واللي دي بقى افعال مين؟ 14 صدق 14 يعني هاي قويه صراحه 14 ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليك. وانت غيرت رايك بكل امانه كم من مره في بالك وما في اي طريقه ورديت على 14 الرقم اللي كان لا صدق هاي هذه حقيقه وواقع. شو اسمه ذاك الرجال اللي كان وياك كل مره؟ عبدو. هو عبدو نفس الشيء عبدو يانا اليوم هذا موجود فيه ترى مشاهدينا يعني ما في اي شيء خارج عن الطبيعه اللي موجود عندنا. نحن الحين لايف عندكم وتشوفون كل شيء على عينكم ونحن ياسين معاه ما في اي شيء مو طبيعي يعني فما شاء الله عليه تبارك الرحمن معين. عبد الله شو رايك في احتفظ به هذا مخرجنا ولا اجيب لك اياه؟ ها؟ مصدوم عبد الله بس لا والله زين احتفظ فيه خلاص يعني هذا الرقم الحظ هذا رقم الحظ ان شاء الله عندك وكل ما انك تبغى تنجي سيف افتكره برقم 14 هي الظرف ولا ما يحتاج؟ الظرف الظرف راح استلم الظرف بنحط لك اياه في الظرف وتحطه في الجيب على اساس انه ماشي انا ابغى بعد شيء حقي لا سموحه منك خلاص راحت عليك المره الجايه تفضل تفضل عبد الله لو سمحت تفضل بكايك ايوه عندك ترى القراش والزجاج كانت تبين تاخذينه من البيت هاي كذكرى القيها في البيت وان شاء الله بديك الاشياء الزينه هاي وين يقولون يحطون على صورة تذكر شرات اول على صورة على اساس حرام ما يقفز من عندك المشكله انا كسرت يمكن اي قطعه فيها شبه الحين طبعا نحن نشكركم عين كل الشكر نتمنى لك التوفيق واهم شيء الاهل راضين خلاص ان شاء الله الامور طيبه كل شيء زين الحمد لله ربي يحفظك يا رب شكرا لك جزيلا الله يخليك يا هلا شكرا الله يحفظك